أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه المباراة بملعب حديقة الأمراء. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض في مجريات هذا اللقاء. مباراة كبيرة نشهدها اليوم في سيمي فاينل يويفا تشامبيونز ليج، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الميرينج ريال مدريد. قلق طبيعي جدا لدى الفريقين، الكل يبحث عن الفوز والوصول للمباراة النهائية بعد خوض مشوار طويل في هذه البطولة. الآن لعبة الأعصاب على مباراتين، من ينجح في تركيزه في هدوءه في ثباته حتى يصل إلى مباراة الإياب بأوضاع مناسبة. مشوار كبير حتى الوصول إلى هذه المرحلة في سيمي فاينل دوري أبطال أوروبا. الآن في مباراة الذهاب حسابات كثيرة معقدة، لا أحد يريد أن يفرط في فرصة الوصول إلى النهائي، لذلك الحذر ربما يكون مبالغا في بعض الشيء. إذن هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في لقاء اليوم. في حراسة المرمى دوناروما، كيم بيمبي سيلعب إلى جانب ماركينيوس في الخط الخلفي، ليونيل ميسي سيبدأ مع نيمار في الجناحين، وفي خط المقدمة راح يتواجد لاعب وحيد في دور المهاجم. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، إيدير ميليتو سيلعب إلى جانب يالابا في خط الدفاع، توني كروس سيبدأ مع كاسيميرو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. والآن تبدأ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ينطلق الآن نحو العمق، تدخل ناجح على الكرة، تمريرة جهة مبابي، فرصة لإرسال الكرة من عمق الملعب بكرة عرضية. ليو ميسي، ضربة ركلية لمصلحة البي اس جي، ركنية بتلعب، ابعاد الكرة من مكان الخطر، فينيسيوس، أضاع الكرة، يعتمد الفريق الضيف في أسلوب لعبه على الضغط العالي بطول الملعب، لا يتركون أي مجال أمام المنافس، دائما هناك من يضغط على الكرة ويدفع الخصم لارتكاب الخطأ. طريقة تبدو بسيطة جدا لكنها تحتاج إلى مجهود كبير في الملعب، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى لاعبين لديهم لياقة غير عادية لتطبيق أسلوبك من البداية للنهاية. يحافظ على الكرة بشكل ممتاز في انتظار المساندة الهجومية. ماركو فيراتي، الفريق يبني الهجمة بدون تسرع، احتفاظ ممتاز بالكرة، لكن لم تستغل الفرصة وفقدان للكرة قبل الوصول لمناطق الخطورة. كاسيميرو، فينيسيوس، فينيسيوس جونيور،
أسينسيو بيمر فيها بيعدي، كرة تصطدم في القائم ترجع إلى الملعب. لا أصدق بأن الكرة لم تحرك الشباك، كانت فرصة هدف لكن غياب الحظ جعل الكرة ترتطم بالعارضة. فريق الخصم بيخلص الكرة، توني كروس وصلت إلى بنزيما، يبعد الكرة بعد هذا التدخل. لياندرو باريدس، وصلت الكرة إلى كيمبيمبي، مبابي، نيمار، فرصة للعرضية. لوكا مودريتش، كريم بنزيما، وصلت إلى ماركو أسينسيو، ماركو أسينسيو تصل إلى كاسيميرو. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات، كيليان مبابي، ملعوبة إلى فينالدوم، كرة باتجاه ليونيل ميسي، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب، هدف يشعل الأجواء، هدف أول في السيمي فاينال. الوضعية اختلفت الآن، الأجواء مختلفة، المباراة اشتعلت في هذه اللحظات. نشوف الإعادة، نشوف الهدف الرائع الصاروخي، تسديدة قوية جدا من لاعب استثنائي، مهارة كبيرة في تسديد الكرة بهذه القوة وتذهب إلى المرمى. مسكين حارس المرمى في هذا الموقف. لا شك بأن المدرب الآن سعيد بكل ما يقدم لاعبه في أرضية الملعب وبهذا التفوق الكبير في أرضية الملعب. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. مر فيها بنزيما، بيعدي كريم، كاسيميرو، لوكا مودريتش، بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. لوكا مودريتش، فينيسيوس جونيور يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة، كرة التعادل. الدفاع في الموعد لكن الكرة لم تنتهي. توني كروس، كرة إلى كاسيميرو، مستحيل، الكرة في المرمى، هدف التعادل من نصيب المرينجا ريال مدريد. نشوف إعادة الهدف، شوف التيكي تاكا، يا سلام على عملية البناء والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. مبابي، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. لوكا مودريتش، كاسيميرو، تمريرة من بنزيما، يفقدون مع الكرة. ماركو فيراتي، ملعوبة إلى مبابي، يفقد الكرة، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. أسينسيو، بنزيما، تدخل وكرة تبعد،
دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. ماركو فيراتي، فينالدو، تصل امبابي، ليونيل ميسي بدون خطاب يحصل على الكرة في منطقته. الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. شاهدنا تألق كبير ومستوى ممتاز من جانب كريم بنزيما في شوط المباراة الأول، تمكن من تسجيل هدف تعديل كفة ورجع فريق المباراة بهذا الهدف، وأعتقد بأن هذا الهدف راح يعطيه ثقة كبيرة لتقديم المزيد في الشوط الثاني. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. ماركو فيراتي، تصل إلى فيراتي، نيمار، ضربة ركنية للبي اس جي وفرصة قد تأتي بهدف التقدم. ركنية تنفذ بشكل قصير. فينالدو الآن مع نيمار، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. توني كروس، ملعوبة إلى كروس، كريم بنزيما، أسينسيو، فرصة الآن، ركلية لمصلحة الميرينجي. تبديل في صفوف البي اس جي. بيرفعها في وسط المنطقة. تعامل جيد في إبعاد الضربة الركنية. هجمة مع ريال مدريد، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. تقدم يأتي في هذه اللحظات، سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. نشوف الإعادة مشاهدينا ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. إحباط مشاهد الآن على ملامح المدرب بعد ما تأخر فريقه في النتيجة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. نيمار، انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. كريم بنزيما، الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. مبابي، ليو ميسي، الكرة مع مبابي، افتكاك ممتاز في 18. لوكا مودريتش. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات.
كرة خطرة لجاريث بيل. أوهو على هذه الكرة، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. جاريث بيل، كرة في مكان خطير، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. فرصة الآن للكرة مرتدة. إدريس زكاي، تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. كرة يفقدها بنزيما، فينالدوم، إدريس زكاي، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. كاسيميرو، توني كروس، تمريرة كروس تقطع هنا. الجمهور الباريسي يشجع في هذه اللحظات، يطلب هدف التعادل قبل نهاية المباراة. نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. ليونيل ميسي، إدريس زكاي، يا الله، مستحيل، عادوا في النتيجة في الوقت القاتل. هدف التعادل يترك تأثيرا واضح على المدرب كارلو أنشيلوتي، علامات الإحباط واضحة الآن نشاهدها عليه. كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. ضاعت الكرة من توني كروس. هجوم مستمر من نادي البي اس جي من اجل تسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة. كرة عرضية هنا، تدخل واستخلاص الكرة خطيرة. تمريرة كروس لكن مقطوعة. مرور ممتاز من مبابي قد يشكل خطورة. نيمار، مبابي، فرصة للتقدم في المباراة. مستحيل، كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب، الله على هذا السيناريو. هدف في الدقائق الأخيرة للبي اس جي يمنحه التفوق في المباراة. هدف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. حكم الساحة يحتسب وقت بدل ضايع مقدر ب3 دقائق. ريال مدريد يسعى بقوة الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. ضربة ركنية بمثابة الفرصة الأخيرة للعودة في النتيجة.
ينفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. ابعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. كريم بنزيما يبعد الكرة بعد هذا التدخل. يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز البي اس جي في لقاء الذهاب.